أوكي، عمان 2040، حد عنده أفكار؟ ليش ما نسوي معرض العبايات العالمي في عمان؟ بنجيب أقوى مصممين العالم وبنسوي لهم شو، بيكون موجود حتى في الميتافيرس. بنطلع منتجات وعروض، بنفتح أقوى براند عماني، كل العالم يلبس منه. لحظة، أنا فكرتي أحلى، ليش ما عندنا حياة تحت الماء وننتقل بين كل مكان وعمان بشكل سريع؟ ليش ما نسوي وجهات سياحية أكثر في عمان مثلاً، ونبتكر أشكال جديدة للمباني، أسواق وألعاب ألعاب. ليش ما نسوي أقوى هاكاثون للذكاء الاصطناعي والروبوتات، ونجيب أقوى الناس ونستفيد من اختراعاتهم، وتكون عمان مكان حل أقوى الناس في الـ AI؟ ليش ما نسوي ترند جديد بالفواكه، بالرمان واللبان، حتى ماي الورد واللي يطلع معنا، بنودي عينات لأقوى المختبرات، بنسوقها في منتجات حلوة وبتنتشر في العالم كله. تخيل؟ ليش بتخيل؟ نحن نقدر.